الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم أصلي وأسلم على بشير النذير محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمبزا الله سبحانه وتعالى أشاك لسيو مابو أبلناه إنتو النوسي نعمة من نعم الله جل المولى شنجرام يبيو الله بياتشا توازيسي تموي قيدة الله تبارك وتعالى آتيان بكو إلى أبتك مواب بلونغوسة إبين جرى ردكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نابا أنتو بنيون بي نابو بالصحابة بامو قبيدة قبولونغم نوبولونج الله تبارك وتعالى بي يمتمن أبو سلمكو يكبير زنموي وكتع الله تبارك وتعالى بانغاليونا جيترامو شاء الله كباكو ينبيرنا بغين دوسين بيو تموي غير الله سبحانه وتعالى مبوان بيفو أتوكم تبانغ جنة. أبيت وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن سبع الله سبحانه وتعالى تكون لك التوحيد نسنا نكون كل يابا بلونغ فابات كل ينبيرا بإذنه تبارك وتعالى باختصار وبالإيجاز كلوبين زبا واجتبا الله سبحانه وتعالى مبفونز تشا جيندا ماسو إن شاء الله تبارك وتعالى ني إكتلا يفري وقتنو للا آثار إبي قامبو إبي آبو أبالونغ فابات كلين بلا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ورحمهم الله تعالى في ثناء السلف الصالح بعضهم على بعض مقصوتا بالنابوي قبولون جوبو الله تبارك وتعالى بيابتي بس مقوانغا لكوابوي كبا وانغالا إلانغا إن شاء الله تبارك وتعالى ليرو تغيندا كبيرانغا تتنولي دا إشغامبو إشقو من التانو مويبيو بتزيتو لبا كويبيو شيخ يابيرانغا أكونغاني مو رسالينو إبوير الدلام كميانا. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إشغامبو إشقو من التانو شبك الصحابة إتوا عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى رحمة الأبرار فأمل بيكو مو بجانب بيأكلين بد بإذنه جل في علا. قال عروة ابن الزبير رحمه الله أجنب عروة ابن الزبير أجنب قالت لي عائشة أم المؤمنين ينام عائشة ما موابك كرزة كمان يكدوا إيشو إشتندوا الله تبارك وتعالى يشوا أبا شالبهم بكى على الصلاة والسلام إلى بما ما بفي إلى تتوكل زبوا كبيرانغا تسيوك إمبسا بتجيا كبما ما بفي وأزواجه أمهات المؤمنين بشالبهم بكى على الصلاة والسلام بشالبهم بكى على الصلاة والسلام بما ما أبا بكر زه إلانغا رضي الله عنهن وأرضاهن مما وفي عائشة رضي الله عنها عروة ابن الزبير قام قالت لي عروة قام ينغام عائشة مما وبكر زه ننغام أنت كان أبواك مزما بجتابو ومبري لي كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. عائشة يا جنب عروة نامو جنب أنتي مزمة دلا بجتابو بومبيري من الذين بالي موابو استجابوا لله والرسول أبابي رانغا بانكولا الله أبايا نكولا أقوولا
وكوا الله تبارك وتعالى نوم بكى صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح يعني الجرح أو الوقت مكبير انتباري بيس مكنجر وأبا يعني مبيغون دوينجي منسسق نينجي نيني وبيرانجا باقو من كريزا نيبيو نيبيابا توسيبواكو إبيابا نكوا إبيابا رانتي بابا نكوا زيبوانا بيو مكبوليو ويشتيبو الله سبحانه وتعالى نيبيرانجا تبا يبوليا tebe kandaga kukubera nti banukula kwecho chonna Allah che yalinga bakowoddeko no mubakawe alayhi salatu wassalam ngira Allah tabarak wa taala boyalagi dabakirizo kubera nti banukula echo chonna Allah cha bera bakowoddeko no mubakawe ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum abange mwabakiriza mwanukule Allah tabaraka wa ta'ala mwanukulo mubakawe idha da'akum bwebabe iranga babako wode kunsonga yunna elimu obulamu bwamwe bimaana okwesiima echo nno wa hadha huwa shi'aru lmu'minin ogwo gwe gubeera omubala ogwabakkiriza ensonga lwaki Aisha radiyallahu anha wa arda urwa gamba yangamba nti munnange bakitaabo rwombiriri amakulu yali ategeezaamu Abu Bakar kubanga naye abeera taatawe lwa nsonga nti Az-Zubair ibnul Awwam yabeera nti sahaba oyo Az-Zubair ibnul Awwam taatawa Urwa yabeeranga awasa muganda wa Aisha radiyallahu anha warḍah wa hakadha baka ya kiba kitegeeza nti Abu Bakar Siddiq abeera mukadde we dala wa Az-Zubair yani netatawe dala kiba kitegeeza aba ateekeddwa okubeera nga mwana wattu bw'otunuulira embeera eyo ne bi ajyafulumamu ebeera nga nzito بإذنه تبارك وتعالى صحابه يعروا جابيل أنت مواسبك رضي الله عنه وأرضاه كتعيش مقامب أنت كان أبواك من الذين استجابوا سمعني لبدال أنت منانك بكذب بل موابو من الذين ومن الذين بالنبي توفو من الذين بل موابا ببيلي أبايا نقولا كان أبواك من الذين ومن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أمنوا قبيل أنت بايت مبينجي ما إيه نبس قلان قبانو كد وقول الله كيالين قبقو ودكو نتبيق نزامو قبانق إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إبان قال يننا ومبلا وقوابا كريزا بابيران بقول الدواء إلي الله تبارك وتعالى ومبكا وقبيركو إنسان قال يننا إبالامولا بابيران بقام بسمعنا وأطعنا تولد إلى تغنزي ولهذا اشتغيز أنت عروة نهي سار على نفسي الطريق لقبل يرمو ليبيرانك أتامبري لكو إليابا كدبي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما موفي يليام الجوكي زمنانك أنت اقبو بكدبو ليبا تامبري لكو شماني للدلا انتناوي ليوينو كبير أنت وتامبري لكو boba osubira okusinkana Allah tabarak wa taala osisinkana yeyo obulungi obo eri Allah jalla fi'ula idhan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fanakhudhu min hadha al-athar mwebyo byetuyiga mu bigambo bino kwe kubanga nti okimanya nti
فالسلعة غالية إجامة قزي الله شيء قزة بالصحابة بناه بالجملة شام ويندو. إذن ولهذا نبو بابيرانغا قدموا باوا يجسنغو كبيرانغا شبيه ويولمو بوابوي لابد أن تدفع بالثمن الغالي نوغو تيكدوك وانغو تيكمو يشبيه. الله سبحانه وتعالى اشتراهم وهم باعوا الأنفس باتون ديميو يجابو ينغا الله سبحانه وتعالى آجقولا ينغا الله واقبا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولهذا قنانغي قناوي قنانغي أمبوليزا وبوتك الدوكو تماني للدلا انتي الطريق الكوبو لتتامبري دا كوكو توكا جتوري كلا ليس مورود وبا ليس مفروش بالورود والأزهار تريالي للدواء بمولي انتي وغيندا كتامبري دا مكوبو نغا موانا واتو بيويفو كوبو الحمد لله diliyonjo okamara tayiri mu buzibu bonna kimanyire dalanti ekubo lyogendo tambuliramo lijjudde ebiwonfu lijjudde ebiko lijjudde amagwa lijjudde lijjudde hadith wala haraj naye labudda bisabr oboyi no kugumikiriza okubera nti ofayo tukeri Allah subhanahu wa ta'ala man salaka tariqan yinagendo ditambulirako alitambulirako الله مبانجا كبيرا انتي آتوكا منانج إذا إن رجعت بكا كتاندا نوبيرا انتي تتوسزا أتين متوانيري الله جل وعلا مينجي منانج أخي الكريم بارك الله فيكم اشتغيز بيجين دو كتو ميرا وينوكو بيقو منكرزا كبانجا چويا غالا إري الله تبارك وتعالى شبي نوبوتك دو كبيرا انجا وبيرا كوشو قدميري الله سبحانه وتعالى وكبيرا نغوتوكا في منازل العالية مبفو ايو وقلو ايو الله تبارك وتعالى بيابيرا نغالا غانيسا الذين صبروا أباغوا من كرزا كويبيونا وأوضوا في سبيلي نبنا كوزبو مكبريو واجتبع الله سبحانه وتعالى فقد وعدهم الله جل في علا الله بلغاني سا إجنا إيو وقرو وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى إلى هنا والحمد لله.